مررت أمس على ديار أنفض العصب المعشعش في الجدار ومررت عند قبور أحبابي وعيونهم مصابيح القبور ما أطفأت الريح عبر مواسم الليل الطريق ما أطفأت الريح عبر مواسم الليل الطريق ومررت أمسي على ديار أنفض العصب المعشعش في الجدار di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode personaggi nuovi.